بنتي بتقول لي انا خدت عين. تعالى ده في بلاوي. كان يوم عادي جدا يا جماعه، وكندا راجعه من المدرسه ولقيتها داخله متعصبه كده ومش عارف مودها مش كويس. فقلت لها مالك يا كندا، في ايه؟ قولي لي عامله ايه النهارده في المدرسه. فقالت لي يا بابي سيبني دلوقتي يا بابي علشان انا مصدعه. مصدعه ليه حبيبتي؟ مصدعه ليه؟ ايوه يا بابي مصدعه علشان كنت بلعب في الجاردن النهارده. مصدعه وتعبانه علشان بتلعبي في الجاردن النهارده؟ ماشي يا حبيبتي. فقلت اسيبها شويه يا جماعه تغير لبسها بقى وتتغدى وتريح شويه وابقى اشوف في ايه. بعد شويه لقيتها جايه لي وبتقول لي بابي انا حاسه اني خدت عين. قلت لها لا لا يا حبيبتي بعد الشر، خدت عين ايه بس؟ لا 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 انا خلاص يا حبيبتي هقرا لك قران كده وارقيكي من العين والحسد، ما تخافيش يا حبيبتي. فقالت لي يا بابي يعني ايه حسد؟ فقلت لها حبيبتي حسد ده يعني حد بيبص في الحاجه اللي معاكي وهو مش معاه فبيحسدك عليها، فممكن تروح منك او ممكن يحصل لك لا قدر الله اي شيء كده وحش، بس يعني عموما هو لازم اي حد عشان ما يحسدش حد فيقول ما شاء الله الله اكبر وكده يعني. فقالت لي بابا انت بتصلي ولا ايه؟ فقلت لها بصلي ايه يا كندا، ما انا بكلمك اهو يا حبيبتي. قالت لك بتقول الله اكبر. قلت لها هو انا لازم اقول الله اكبر وانا بصلي بس؟ عادي حبيبتي بنقولها عادي والله، وانت ما تخافيش حبيبتي ما فيش حسد وما فيش حاجات من دي، ما تخافيش. راحت راجعه تاني وقالت لي يا بابي لا انا 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 حاسه ان انا خدت عين. لا اله الا الله يا بنتي والله، انت جبت الكلام ده منين اصلا؟ انت جبتيه منين؟ عرفتيه منين ولا سمعتيه فين؟ يا حبيبتي لا ان شاء الله ما فيش اي حاجه. قالت لي لا انا متاكده، المس قالت لنا ان عندكم هوم ورك وتقريبا خدنا حرف العين او الثانيه اللي فوقها نقطه. قلت لها غين. ايه هو انت ده كله قصدك على العين الحرف مش عين الحسد؟ قالت لي لا يا بابا عين حسد ايه، استنى كده ثواني. افتكرت احنا خدنا عين عنب وعين عصفور وعين عسل. عسل وسايبانا احنا بقالي ساعتين على الحسد والعين يا شيخه حرام عليكي. المهم يا جماعه لقيت زين داخل عليا كملت بيقول لي بابا انا خدت عين. تو انت كمان يا جماعه؟ في يا جماعه حكايه العين دي؟ هو انت ابني انت كبرت يا ابني؟ هو انت لسه تاخد حروف؟ انت تاخد كلمات دلوقتي؟ انت كبرت يا زين، سيب الحاجات دي لاختك الصغيره يا حبيبي. قال لي يا بابي لا انا شكلي خدت عين فعلا. قلت له عين ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. قال لي بص يا بابي احنا كان عندنا النهارده حصه بايه اللي هي الالعاب. قلت له ايوه. قال لي كنا بنلعب كوره، انا مشيت بالكوره بابا عديت واحد، عديت الثاني، عديت الثالث، عديت الرابع، بقيت انا والجون انفراد لسه هشوط رحت شايط الارض يا بابا. مش انا كده خدت عين؟ يا حبيبي لا دي عين وحشه قوي. قلت له او ممكن مثلا تكون علشان احنا على الكره الارضيه فعقلك قال لك انت ممكن تشوط الكره الارضيه بدل ما تشوط الكره الكفر، ممكن الله اعلم. ايه يا زين؟ ايه يا زين في هزين؟ ما تشوط الارض يا ابني، ما كلنا بنشوط الارض حبيبي عادي يعني. المهم في نفس اللحظه يا جماعه لقيت مراتي داخل عليا وقالت لي انا شكلي خدت عين. يا دي ام العين النهارده، هو في ايه يا جماعه؟ يا العيون النهارده فيها ايه؟ وانت كمان خدت عين في ايه؟ قالت لي عملت كيكه وما نفختش عشان قلت لحد كده ان انا هعمل كيكه فراحت خبطها عين. قلت لها ما نفختش؟ يا خبر ابيض ده كده. طب واحنا كده هنعرف ناكلها ولا هنعمل فيها ايه؟ ما تتنفخش يا ستي، يا ستي ما تتنفخش، يعني هي كمان الكيكه هيجي فيها عين؟ ايه يا جماعه؟ يا جماعه ابعدوا عنكم عننا يا جماعه بعد اذنكم علشان الكيكه تتنفخ وزين ما يشوطش الارض ويشوط الكوره وكندا تاخد حرف العين. وخلصت بلوه النهارده يا جماعه، واستنوني كل يوم في بلوه جديده. باي باي.